أمل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كنت عايزة أسأل الشيخ أحمد، بالنسبة لوالدي كان عندنا منزل هنا في القاهرة ومنزل في البحيرة، فكان والدي من 27 سنة كتبهم لنا، احنا 4 بنات، احنا والدتي احنا الخمسة، ماشي. فكان كتبوا لنا بيع وشراء، ان هو كان مريض كبد وكان تعبان، فكان خايف ان هو ايه يتوفى ويسيبنا احنا اطفال. فوالدي دلوقتي متوفى من 4 سنين. الله يرحمه. فوالدتي بتقول لي يا بنتي، طب دلوقتي انا دلوقتي نوزع بشرع ربنا، عشان انا حاسه ان ايه، ان في اسم او في شيء على اسم ايه وشي. اللي هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ كتب البيت ليهم كتب من البيتين، زمان، من وهم اطفال. انت عندكم كام بيت؟ البيت اللي هو في البلد اللي في البحيره بالخمس قراريط طيب. عليهم دوت، ورثه ده، ورثه من والده. طب ماشي، ده كتبه لكم انتوا؟ كتبوا احنا البنات، وامي 4 بنات وامنا. ومامتهم اللي هي وعندكم مراته. وعندكم اخوات صبيان؟ لا لا لا، ما عشان كده كتب. وفاضل بيت القاهره ده اللي هم بيت عايشين القاهره فيه. برضو مكتوب، بس دوت هو اللي عامله، هو والدتي بشقاها يعني، هو مامتي كانت بتشتغل هي وبابايا، عملوا بيت. ايوه، فهم عملوا هو البيت بقى دوت هنا مات. احنا عايشين فيه. انا عاوز اسال سؤال بس تاني، انت ليك انا عمام؟ معاكي. ما عندي عمام، طيب عندي 4 عمام. هو تارك اي حاجه ميراث او اي حاجه لا، خالص؟ هو اللي ورثوا واللي عملوا بشقاه كتبه لنا عشان بيع محدش، وشراء، عشان البيت محدش يورث، عشان يأمنهم لأنه كان مريض بيأمننا ان احنا كنا، هو كان وكانوا مريض كبد أطفال. فكان تعبان في مرضه، فكان خايف يسيبنا احنا اطفال صغيرين. طب اعمامكم بيطالبوا بالفلوس او حاجه؟ لا ما فيش اي حاجه، وقالوا احنا مسامحين ولو مش هناخد حاجه من البنات وما فيش اي طب حاجه خالص، خلاص، يعني مفيش انتوا حد فيهم روحوا. طالبنا بحاجه. بص يا مين، امل، ورحت الازهر يا استاذ، يا استاذ الشيخ احمد، انا والدتي قال اسمعيني لي بس، حضرتك، هقول قال لك لحضرتك. ايه؟ قال لي لا يا ماما، ده مكتوب ومسجل في الشهر العقاري ومسجل في المحكمة، لا يا أمي هو حر في ورثه وحر في ماله. طيب دي واحدة بس، يعني ده مش ميراث خلاص. قال لي انتي هو حر في ماله، ان هو كتبه على حياة عينه وهو من 27 سنة. طيب انتي بس رحت، انتي رحت لعمامك وقلت لهم لو انتوا عاوزين او هم لا، هم مش عايزين حاجة، قالوا احنا هم مش قالوا عايزين لكم حاجة من كده البنات. يعني، هم قالوا لكم ولا يعني انتي احنا، بتقولي كده؟ لا والله هم قالوا لنا كده، ان احنا طب كمان خلاص لنا اخت لسه ما اتجوزتش، احنا 3 بنات متجوزين وفي لسه واحده ما اتجوزتش، خلاص، ما فيش مشكلة فيهم فقالوا ان شاء احنا الله. سايبين الحاجه دي وباباهم مات للبنت من اربع الصغيره، سنين خلاص، ما فيش. اتجوزت بنوته وباباكم الصغيره. مات من 4 سنين وكاتب الحاجات دي من 27 سنة، من ورحت 27 سنه ورحت ورحتوا الازهر انا سألتوا ووالدتي. مامتك قال بقى لي ايه اللي خلاها تجدد هي تلاقيها الافكار دي خايفة تاني؟ يعني. خوف من برضو يعني، قلق برضو لا لا لا، يمكن مفيش يكون قلق ان بابايا شاء الله. تعبان، يكون طب في مثلا اسمعي اسم عليه. بصي يا امل، اسمعي الاجابه حبيبه قلبي من الشيخ احمد، وخلي مامتك تسمح. لا، اسمعي اولا الاجابه. اولا مفيش حاجه، وهو للانسان ان يتصرف في يعني هو على عين في حياته، حياته. ان هو من باب الهبه لكن ليس من باب منع الورثه من الميراث. احنا نفرق بين الحالتين وبنقوله هو الافضل الا يفعل، يعني الافضل الا يفعل، فان فعل فده من باب الهبه مفيش مشكله، لكن احنا بنحط شرط. يعني بعض العلماء يحط شرط يقولي ان يبقي جزءا من ماله حتى يتوارث فيه الورثه، يعني ما يكتبش كل حاجه. كل حاجه دي معناها ان هو بيمنع الناس من الميراث وهذا لا يجوز. طيب هو عمل الكلام ده وجو من الورثه نفسهم، ان هو حتى قلنا لا ده يرجعوا بقى، فجو عمامه قال لهم واحنا مش عاوزين حاجه، فاصبح المال بقى ايه دلوقتي؟ حلال. اصبح بقى حلال ليكم، ما تقلقوش ان شاء الله. طيب احنا لسه عندنا وباب الهبه ده حلقتنا. وباب يا اخواننا، انا اسف، نحن لابد ان نفرق بين الهبه والوصيه. ناس كتير ما بتعرفش تفرق، يقول لك ده ورث على حياه عينه، وما ورث على حياه عينه ولا عمل حاجه خالص. الورث يكون بعد الوفاه، صح؟ والوصيه تكون بعد وفاه. لكن انا ما انا ما متش، ما انا قاعد اهو، دي بيسموها هبه. احكام فلوس الهبه بقى احكام قد كده او قد كده، يعني قصه حاجه كبيره قصه جدا، كبيره. فمحتاجين اللي احنا نفهمها. نعم.